هذه هي ناقلة غريس التي تسببت بأزمة جديدة بين إيران والمجتمع الدولي. لن تمرر إيران احتجازها من قبل حكومة جبل طارق بأوامر بريطانية، بحجة أنها تنقل النفط من إيران إلى ميليشيا أسد في سوريا. عبر تويتر يهدد قائد في الحرس الثوري الإيراني يدعى محسن رضائي، يهدد بريطانيا مباشرة: إما الإفراج عن ناقلتنا أو سنحتجز ناقلة لكم في المقابل. تذهب إيران أبعد باستدعاء السفير البريطاني لديها للاحتجاج رسمياً على ما حصل، لترد الخارجية البريطانية بالترحيب باحتجاز الناقلة الذي جاء تطبيقاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام أسد. لكن الخارجية الإسبانية تكشف أن احتجاز ناقلة النفط جاء بطلب من الولايات المتحدة التي سارع مستشار الأمن القومي فيها جون بولتون للترحيب بهذه الخطوة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعاون مع حلفائها لمنع ميليشيا أسد وطهران من التربح من هذه التجارة غير المشروعة. حكومة جبل طارق التي احتجزت الناقلة اكتفت بالتصريح بأن لديها كل الأسباب لفعل ما فعلته، وأن طاقم الناقلة يخضع الآن للتحقيق لمعرفة طبيعة الشحنة والوجهة النهائية لها، مضيفة أنها ستمدد احتجازها 14 يوماً إضافية. وبينما تتوارد ردود الفعل الدولية حول ما حصل، تأتي نشرة لويد ليست المتخصصة بالنقل البحري لتؤكد أن الناقلة غريس تحمل نفطاً من إيران إلى سوريا، وأبحرت في نيسان من الموانئ الإيرانية لتصل إلى رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا، ليجري احتجازها على بعد 4 كيلومترات من جبل طارق في نقطة تزود السفن بالوقود.